عند رفع عارف فقرة. والله ما في كسور يا عبد. والله العظيم أنا عشان اللبيه ذي تذكرت أبيات أنا دائما اللي مجهزة ما أقولها سياق الكلام الجرم. يا سلام يزين الهلا والمرحبا منك واللبيه يا أبو نور وجه تشرق الشمس بشراقة وبو مبسم الله شفته بنظرة التمويه يعلمني أن النفس تجبل على الفاقة من يشوف وجهك يقدر ينسق البوكيه أحمر وردي أحمر وتكمل الباقة سلام. أحبه وخاف فارقه وأفقده وبكيه إلى ناحة الورقة وإلى حنة الناقة ينافس قصيدي فيه باقي قصيدي فيه مثل ما ينافس زين طيبة مثل ما ينافس زينه بطيبة أخلاقه سلامتكم. يا سلام يا سلام اضطرت علي من اللبيه حقت ابو حسن.